قرات کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں. محمد ایوب، محمد ایوب دائز پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. السلام عليكم.